يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. زي ما انتم شايفين، على ما يبدو انه من 3 ساعات نزل التريلر الاول للفيلم المنتظر من حوالي 18 سنة. ياب انا اتكلم عن 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 20 21 22. اوكي 14 سنة من جد. ترى جيم كاميرون يا جماعة هذا الإنسان عنده صبر أتوقع ما هو عند أي أحد في عالم هوليوود. تدرون إنه فيلم أفاتار الأول، ها فيلم أفاتار الأول، خليني بس أجهز لكم التريلر كذا. إيه فيلم أفاتار الأول كان مفروض إنه يتم تصويره أو البدء في إنتاجه عام 1999، بس جيمس كاميرون إيش قال؟ الفكرة موجودة مكتوبة جاهزة كل شيء تمام، بس لما جاي يشوف التكنولوجيا وقتها ويش صايرة أو كيف وضعها في 1999 قال لك لا، المؤثرات البصرية بتكون تعبانة. فيلم أفاتار، فكرة أفاتار اللي في بالي يبغى لها مؤثرات بصرية مجنونة، فلا كنسل الفيلم، أخره كمان 8 سنوات إلين 2009، مدري كم 2009 إيه تقريبا 8 سنوات أو 9 سنوات. مجنون، تخيل إنك تصبر 9 سنوات علشان تنتظر التكنولوجيا تتطور علشان تصور أو تنتج فيلم أفاتار الأول. صبر عنده رائع عجيب. والآن من 2009 إلى 2022 علشان يتم إنتاج الجزء الثاني من فيلم أفاتار، واللي راح يكون فيه منه جزء ثالث ورابع وربما خامس بنشوف بعد شوية في موقع IMDb. أنا لازم أرجع أتابع فيلم أفاتار الأول لأني مرة تابعته زمان، مرة زمان، فلازم أعيد متابعته علشان أسترجع الذكريات وأسترجع أهم الأحداث. الأوريجين ستوري تقريبا فاكرها أو الأشياء الأساسية في القصة، ولكن برضو نحتاج نرجع نعيد متابعة الفيلم. خلونا نروح نشوف التريلر مع بعض علشان إيش تطمئن قلوبنا ونشوف إيش وضع أفاتار 2 The Way of Water، طريق الماء حاجة زي كده. يلا معلومة يا جماعة نسيت، يعني ممكن كلكم عارفينها، أفاتار عالم أفاتار ترى حرفيا من أوله إلى آخره كله CGI. الفيلم اللي نزل في 2009 استغرق العمل عليه 4 سنوات، هذا الكلام الرسمي. الإشاعة المنتشرة أنه استغرق 5 سنوات، هو بالفعل أخذ العمل على إنتاجه 4 سنوات لأنه كل CGI اللي فيه مرة مرعبة. ترجعوا للفيلم في عام 2009 تقولوا واو كيف ذاك الكلام كان في 2009، فما بالكم في أفاتار 2 إيش بنشوف؟ خلينا نشوف. واو واو يا CGI، واو يا الميوزك، واو يا كل شيء. يا أخي جيمس كاميرون خلق عالم عجيب، عالم عجيب، عالم عجيب. ربي قشعريرة، في شيء مميز عن في عالم أفاتار. This December. أوكي واضح. أوه أوكي. الذاكرة بدأت ترجع. دقيقة أنا شفت واحدة حامل هنا؟ ها؟ حامل، أوكي. واو يا أخي سحق البشر، أينما ذهبوا عاثوا في الأرض فسادا. طيب ما في شيء بعد كذا. طيب يا جماعة اللي واضح لنا في التريلر إنه عالم أفاتار، العالم أو الكوكب أو المكان اللي وصلوا فيه وأخذوا الأفاتارات وبدأوا يندمجوا مع المخلوقات اللي فيه، واضح إنه العلاقة اللي كونها بطل القصة اللي مؤدي شخصيته سام يبدو إنه خلف طفل. طفل هذا صادف انه مزيج ما بين بشري وما بين المخلوقات هذولي. والله لازم نتابع الفيلم من جديد ونتكلم بشكل ادق في التريلر، او على الاقل يعني نكون مستعدين لمراجعة الفيلم اول ما ينزل. بالوضع ذا لا، في 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 عندي نقاط واستفهامات كثيرة فوق راسي. فيب هذه المعلومة واضحة.
معلومة ثانية نسيت أقولها لكم يا جماعة، نسيت أقولها لكم عن جيمس كاميرون. ترى جيمس كاميرون يا جماعة وظف واحد مختص لإنشاء لغة مكونة من 1000 كلمة لفيلم أو عالم أفاتار. تخيلوا لذي الدرجة الإنسان مرة كان حاط جهد كبير في عالم أفاتار. وعلى ما يبدو أنه البشر استمروا في تدمير أو خوض مشاكل داخل هذا العالم. أغلب التريلر هو استعراض عضلات في السي جي آي والمؤثرات البصرية والأماكن الجميلة في عالم أفاتار، البحار والمخلوقات والأشياء اللي بتسبح تحت المية دي وبطل القصة. فيب مبدئيا ما في شيء واضح إيش ممكن تكون معالم القصة، ولكن يب يبدو إنه البشر حبيت المشهد ذا، ما أعرف إيش اللي دقيقة حبيت المنطقة دي لذيذة تحس إنه ودك تكون فيها. ياه كل التريلر كذا في البداية استعراض للأماكن والأشياء الجمالية في عالم أفاتار، ما في شيء واضح. ولكن هنا شيء مهم جدا، وضحوا أنه ربما يكون في تعاون واضح ما بين البشر وما بين المخلوقات اللطيفة هذه. ما أعرف إيش بيكون هذا التعاون، ولكن يبدو أنه بيتصعد ويوصل إلى حرب ومشاكل وطحن، ويبدو انه هذا المزيج ما بين البشر والمخلوقات هذول اللي طلع معانا، لانه قاعد في صف في صفهم، وهذول واضح انهم بشر جايين بافاتاراتهم، واضح ستايل بشر، شوفوا قصته وشوفوا لبسه. ويب هذا الشيء هو النصف بشري والنصف مخلوق ان كان. واو واو يا سي جي آي، واو. لك أن تتخيل أنك قاعد تشوف الفيلم، لك أن تتخيل أنك ما في ترجمة، لك أن تتخيل أنك تشوف الفيلم في آي ماكس في شاشة مرة كبيرة، إيش بتشوف؟ الله أعلم أنها بترجع تقوم حرب ما بين البشر وما بينهم مرة ثانية بطريقة ما، أو ممكن ما بين يعني البشر والمخلوقات اللطيفة ذولي اللي أخذوا على هيئتهم الأفاتار، ربما يكون بينهم وبين ناس ثانيين معركة. ولكن ليش ولماذا ما هو واضح صراحة معانا كثير في التريلر الأول. يا ما فيش حاجة كثيرة نقدر نستشفها من الموضوع، ولكن حطوا في بالكم انه قدامنا يعني حاجة مرة واضح انها بتكون ملغوصة، ولكم انت تخيلوا ايش قدر يكتب ويجهز لنا جيمس في خلال كم 13 سنة قلنا ولا 14 سنة. looks gorgeous can't wait، والله فعلا gorgeous gorgeous هو اقرب وصف للجمال اللي شفناه. خلونا نروح بس على IMDB نشوف كذا بس أشياء سريعة. طيب الاسم الرسمي له للفيلم اسمه Avatar The Way of Water، The Way of Water طريق الماء أو حاجة زي كده. أول بوستر ما أدري إذا هو رسمي ولا اجتهادا مجتهد، ولكن يا it looks جميل. ماني داري مين هذه البنية بس ما هي واحدة من أبطالنا، ولكن خلونا نرجع في الموضوع الأهم ونشوف. جيمس كاميرون هو المخرج، جيمس كاميرون هو الكاتب وساعده في الكتابة وكتابة السيناريو جوش فريدمان. مين هو جوش فريدمان وإيش كتب قبل كذا؟ كتب War of the World. nice. واو كتب Terminator، غريبة أقد مر عليه الاسم صراحة، يبدو إنه إيش ثقافتي بسيطة في الكتاب أو إني ما ركز عليهم صراحة. زوي كله من يعرف صراحة من الوجيهة الجديدة من غيرها، ولكن خلونا ندخل على ملف سام لأنه هو البطل وراح يظهر في جميع الأفلام، فبنشوف ملفه كم في فيلم قادم لأفاتار. عندنا أفاتار 3 في 2024، شوفوا الخطة اللي مجهزها جيمس كاميرون. أفاتار 3 2024، أفاتار 4 2026 وجالسين يصوروه، وأفاتار 5 في 2028. ديم ديم. لما تعرفوا عن المحظوظ ابن المحظوظة ذا سام كان على بعد خطوة من إنه يفلس،
حرفيا يفلس ويصير مشرد في الشوارع. في عام 2009 راح وسوى تجربة الأداء لفيلم أفاتار، كان على وشك أنه يتم رفضه ولكن تم قبوله في اللحظة الأخيرة. فيلم أفاتار أو دوره في فيلم أفاتار بمثابة إنقاذ له من عالم التشرد والفقر في اللحظة الأخيرة. يستاهل سام، ما تابعت له أفلام كثيرة، he did a good job. ولكن أفتكر في واحدة من القصص اللي قرأتها عنه أنه كان مرة مبذر لين خلاص، فيا good guy سام. طيب يا جماعة، ما في أي شيء صراحة ينحكى عنه كثير عن فيلم أفاتار، والتريلر للأمانة بسيط، ولكن يب بنكون متحمسين إن شاء الله. اكتبوا لي أراكم في التعليقات، وإذا في شيء استنتجتوها وأنا ما شفتهاش أو أشياء أخطأت في وصفها صححوا لي في التعليقات. الله يعطيكم العافية، كان معكم الوجيه، شوفكم في الفيديو القادم.